الهاكت فيست وهي تعتبر طريقة احتجاجية حيث يقوم الهاكر باستخدام مهاراته في القرصنة لارتكاب جرائم إلكترونية بهدف الدفاع عن قضية معينة هذه القضية حتى لو كانت عادلة لا تعطي شرعية للجرائم الإلكترونية التي يتم ارتكابها والهاكت فيست هو يعلم ذلك ويعلم أن هناك احتمالية أن يتم اكتشافه وإلقاء القبض عليه ومحاكمته لانه مؤمن ان القضية التي يدافع عنها هي اكثر اهمية منه هو شخصيا ومن حريته. تذكر انه مهما كانت القضية عادلة فالقانون لا يبرر الجرائم الالكترونية. من الامثلة الهاكتفيست مثلا انهم بيقاوموا مثلا او بيهجموا مثلا على مؤسسات تابعة لدولة ما تقوم مثلا بعمليات احتلال مثلا، أو للاعتراض على سياسة ظالمة كمثال، ورغم أنهم قد يمثلوا قضية عادلة إلا أن ذلك لا يحسب في المحكمة، بل سوف ما سيحاسبون عليه هو الجرائم الإلكترونية التي قاموا بها.